ما فيش سلسلة انك تمسك كل شركة وتقول احسن 3 موبايلات بتقدمهم في الفئة المتوسطة؟ وانا قررت ان انا استجيب للسؤال ده، وفي الفيديو ده هقول لك افضل 3 موبايلات في الفئة المتوسطة لشركة من الشركات. بس قبل ما اقول لك هي شركة مين بالظبط، انزل اخبط لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي بقى فخلينا نخش على طول في التفاصيل. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة امك ريفيوز، واخيرا وبعد فترة مش طويلة قوي يعني فيديو اسئلة جديد. زي ما انا اتفقت معاكم كده ان كل فترة هحاول ان انا اعمل فيديو اسئلة عشان يعني فيديوهات الاسئلة ما تطولش وكده، فبحاول على قد ما اقدر كده اقرب لكم فيديو الاسئلة كده كل 3-4 فيديوهات ان ننزل فيديو اسئلة. فمن الاول كده لو انت عندك اي سؤال انزل تحت الفيديو ده في كومنت واكتب سؤالك. اما دلوقتي بقى فخلينا اجاوبك على افضل 3 موبايلات في الفئة المتوسطة، والفيديو ده هنخليه خاص بشيء شركة شاومي، وعمل سلسلة كاملة للفكرة دي. هشتغل على شركة ريلمي وشركة سامسونج، كل شركة منفصلة لوحدها. هقول لك افضل 3 أو 4 موبايلات او موبايلين على حسب الشركة موبايلاتها المتوفرة في الفئة المتوسطة ايه. فخلينا كده مبدئيا نبدأ بشاومي، وهتكلم في الفئة المتوسطة عامة اللي هي فئة من 2000 جنيه ل 5000 جنيه، ودي اكتر فئة اصلا الناس بتفكر فيها، ودي الفئة من الاخر كده اللي الناس معاها ليها فلوس. وخلينا نبدأ معاك باول موبايل في فئة ال 2000 ل 3000 جنيه من شاومي، وهو ريدمي نوت 10. الموبايل ده موبايل ممتاز جدا، وكنت اتكلمت عنه في فيديوهات كتير قبل كده، فلو انت لسه ما شفتش الفيديو هسيب لك الفيديو هنا فوق. من الاخر كده سريعا، اهم ما يميز الموبايل ده يخليك تفكر فيه انه بيقدم لك معالج سناب دراجون 678، وبيقدم لك 4 جيجا بايت رام، 64 جيجا ذاكره داخليه، ده زائد كمان انه بيقدم لك شاشه اموليد فول اتش دي بلس، والسطوع بتاعها بيوصل ل 1100 نتس على كلام شاومي. ده زائد كمان انه بيقدم لك تصميم مميز جدا جدا جدا، وكنت اتكلمت عن التصميم ده باستفاضه، ولكن سريعا كده التصميم هنا من مادة البولي كربونات، ولكن عجبني شكل الكاميرات الموجود على الجنب والبروز القليل الى حد ما، وكمان عجبني الالوان والتدرج اللوني الموجود في الضغط. كمان انت عندك في الموبايل ده بصمة موجودة في الجنب، وعندك سماعات استيريو، وعندك مدخل 3.5 ملي مفيش اي مشكلة. ده زائد كمان انك معاك كاميرات ممتازة جدا وبتديك اداء ممتاز، وخصوصا لو هتستخدم برنامج الجوجل كاميرا سواء كان مع الكاميرا الخلفية او حتى الكاميرا الامامية. بس للامانة الكاميرات الامامية في الفئة دي كلها عامة مش افضل حاجة، لو عايز كاميرا امامية ممتازة يفضل تطلع لفئة من 3-4000 جنيه، هتديك اداء افضل من كده. زائد كمان انك معاك شاحن خرافي 33 واط، واخيرا بطارية 5000 ملي امبير، ودي تعتبر حاجة كويسة جدا. فمن الاخر كده لو جيت تحسبها بالعقل، ده اكتر موبايل بيديك تكاملية في الفئة دي، وبيديك كل حاجة انت محتاجها من شاشة الوانها ممتازة، واللون الاسود اسود لاداء ممتاز، لكاميرات كويسة جدا، لحتى كل حاجة هنا كمان موجودة، سماعات ستيريو، حتى تصميم الشاشة بالهول بانش وحافة سفلية تعتبر صغيرة الى حد ما، وعندك كمان بصمة، وعندك مدخل 3.5 ملي، بطارية ممتازة، وشاحن يعتبر ممتاز في السرعة بتاعته، واسرع شاحن في الفئة دي تقريبا، فدي تعتبر حاجة ممتازة جدا. فده اول موبايل تفكر فيه من شاومي في الفئة المتوسطة من 2000 ل 3000 جنيه. خليني بقى اطلع معاكم من فئة 3000 لل 4000 جنيه، وهنا القرار ممكن يتغير شوية. والاول مرة هنا هقول لك البوكو اكس 3 ان اف سي، نسخة 6 جيجا بايت رام، 64 جيجا ذاكرة داخلية. وطبعا انت هتسألني ليه، هقول لك لان الموبايل سعره نزل وحاليا عامل 3500 جنيه، 3600 جنيه. فمن الاخر كده الموبايل ده اقوى موبايل فعليا في الفئة دي لاسباب هقولها لك. اولا معاك شاشة اي بي اس باصغر هول بنش موجود في الفئة دي، وعندك حافة سفلية تعتبر صغيرة جدا جدا جدا، معاك كمان ريفرش ريت 120 هرتز بيديك سلاسة في الاستخدام بطريقة رهيبة جدا جدا جدا، زائد انك معاك اداء ممتاز جدا مع سناب دراجون 732، ومعاك 6 رام 64 جيجا ذاكره داخليه، وعندك كاميرات خلفيه ممتازه جدا، وخصوصا مع برنامج الجوجل كاميرا، وكمان كاميرا اماميه يعتمد عليها بشكل كبير، ولكن بصراحه مش افضل حاجه في النايت مود او في الوضع الليلي، لو بتصور بالكاميرا الاماميه بالليل هتواجه مشكله شويه، ولكن في ظروف الاضاءه العاديه، في ظروف الإضاءة العالية الكاميرا بتدي أداء ممتاز جدا، والكاميرات الخلفية كمان بتدي أداء ممتاز جدا، وخليك دايما تستخدم جوجل كاميرا هتاخد أفضل نتائج ممكنة. زائد إنك معاك بطارية عملاقة وممتازة جدا، وكمان معاك شاحن 33 واط، وعندك بصمة في الجنب، وعندك سماعات ستيريو، وعندك كل حاجة موجودة هنا، بالإضافة للنقطة اللي بتميز الموبايل ده وبتخليه يلمع في مستوى الموبايلات الموجودة معاه، وهو ال 120 هرتز. أفضل إنك تجرب الريفريش ريت ده، لأن الريفريش ريت ده حاجة ممتازة جدا جدا جدا
وهتغير فكرتك ونظرتك لاستخدامك للموبايل. اخر موبايل من شاومي في الفئه المتوسطه برشحه هو من فئه ل4 ل5000 5000 ونص، وهو ريدمي نوت 10 برو. ومن الاخر كده النوت 10 والنوت 10 برو، عشان الناس اللي بتسال نزلوا المحلات ولا لسه، هم حاليا متاحين للبري اوردر من شاومي. فلو انت عايز تطلب الموبايل وتستناه وتحجزه يوصلك، هتلاقي محلات معينه كده بتتعامل مع شاومي، بتحجز ب 500 جنيه وبتستنى الموبايل يوصل، وطبعا المحل بيكلمك على طول اول ما الموبايل بينزل، وتاخد الموبايل بتاعك وبتسدد بقيه المبلغ. فدي تعتبر حاجه كويسه جدا جدا جدا. بص بقى من الاخر، الموبايل ده جبار ومميز جدا 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 50 جدا جدا جدا، لان انت معاك من الاخر بوكو اكس 3 ولكن بشاشه اموليد. انت هنا معاك تصميم مميز شبه تصميم النوت 10 بالظبط، ولكن الخامات هنا من الازاز والفريم من المعدن، زائد كمان انك معاك شاشه اموليد فول اتش دي بلس 120 هرتز، وكمان جايه بالهول بانش قد البوكو اكس 3 بالظبط، هول بانش صغير جدا وحافه سفليه تعتبر صغيره جدا زي اللي في البوكو اكس 3 بالظبط. معاك كمان اداء ممتاز جدا مع السناب دراجون 732، ومعاك 6 رام 64، وفي نسختين تانيين، واحده ب 4600 جنيه اللي هي ال 6 رام 128، وعندك نسخه ثالثه 8 رام 128 ودي سعرها 4900 جنيه. اما بالنسبه للنسخه القليله خالص اللي هي 6 64 دي سعرها 4300 جنيه بالظبط، وده يعتبر موبايل ممتاز جدا وملوش اي منافس في السوق. معاك كل حاجه بقى من الاخر انت بتحلم بيها، بصمه موجوده في الجنب، معاك كمان سماعات ستيريو، عندك مدخل 3.5 مللي، عندك بطاريه ممتازه، عندك شاحن سريع 33 واط. فمن الاخر كده تقدر تعتبر الموبايل ده بوكو اكس 3 ولكن بشاشه اموليد بقى، بتديك الوان احسن وبتديك لون اسود اسود وبتديك كونتراست ممتاز جدا جدا جدا. فمن الاخر كده هم دول الثلاث موبايلات من شاومي اللي انا برشحهم في الفئه دي، ما تجيبش غيرهم في الفئه المتوسطه، يا اما ريدمي نوت 10 يا بوكو اكس 3 يا اما ريدمي نوت 10 برو. السؤال اللي بعده، طب الريلمي 6 مازال حلو ولا وحش وبيهنج ولا لا، وفي تحديث حل مشكله اللاج في الواجهه؟ اولا الريلمي 6 لا بيهنج ولا في لاج ولا حاجات من دي، لان واجهه اوبو او ريلمي تعتبر مستقره بشكل كبير. انا عن نفسي ما واجهتش اي مشاكل مع ريلمي 6، ولكن مشكلتي معاه حاجه واحده، ان في موبايلات ثانيه من شركات ثانيه بتقدم قيمه افضل مقابل السعر زي البوكو اكس 3، حاليا نزل لسعر قريب من الريلمي 6، فده حاجه ادعى انك تفكر في البوكو اكس 3 عن الريلمي 6. السؤال اللي بعده، عاش جدا بس يعني ريلمي 7 مش محبب، ارجو الرد. ريلمي 7 سعره 4500 جنيه حاليا، ويعتبر واقع في مأزق مع ريدمي نوت 10 برو، وطبعا ريدمي نوت 10 برو يتفوق عليه بكل المقاييس، فطبعا عشان كده ما برشحش ريلمي 7 في الفئه السعريه دي. ولكن لو انت عايز موبايل من ريلمي، فاحسن موبايل هنا اكيد هو ريلمي 7 الى ان ينزل ريلمي 8 وريلمي 8 برو. السؤال اللي بعده، لو سمحت هي النسخه ال 128 هتفرق في الاداء؟ لو لقيت في فرق في نوع الذاكره الداخليه 2.1 ولقيت واحده ثانيه 3.1 او 3.0، فاكيد بتفرق بشكل كبير. اما لو هنتكلم على حجم الذاكره الداخليه بس، الاثنين من نفس النوع مثلا وليكن يو اف اس 2.1، وبتفرق ان ده 64 وده 128، فما بتفرقش هنا في اي حاجه. الفكره كلها انك بتاخد ذاكره اكبر لو انت نفسك بتحط حاجات كتير على الموبايل ومحتاج ذاكره كبيره، اما غير كده ما تفرقش في اي حاجه تماما. السؤال اللي بعده، ريلمي سي 17 حلو؟ هو موبايل كويس وجايب بطاريه 6000 ملي امبير، بطاريه عملاقه جدا، ولكن شايفه ما بيقدمش اي حاجه في مقابل الموبايلات الموجوده معاه في نفس الفئه. فانا شايف ان الموبايل ده نزل وعدى عليه مرور الكرام كده، ما عملش اي حاجه في السوق. فمن الاخر كده لو انت جبت الموبايل ده فعلى البركه، يعتبر مشي حالك معاه. اما لو انت ما جبتوش وبتفكر فيه، فلا طبعا ما تفكرش في الموبايل ده، في موبايلات احسن منه بكتير. السؤال اللي بعده، انا عايز موبايل ب 3000 جنيه ما عدا شاومي وسامسونج، ارجو الرد. رايي انك تستنى شويه، لان احتمال قريب جدا نشوف من ريلمي ريلمي 8 وريلمي 8 برو، فاستنى لحد ما نشوف اسعار الموبايلات دي هتبقى عامله ازاي، لان احتمال كبير الموبايلات دي تقدم مواصفات جباره جدا جدا جدا، وده على حسب التسريبات. فاستنى شويه بقى لو انت ما بتفكرش في شاومي او في سامسونج. السؤال اللي بعده، عايز موبايل فئه 4000 جنيه تنصحني بايه؟ انصحك على طول انك تزود بس 300 جنيه وتجيب الريدمي نوت 10 برو، موبايل ممتاز جدا. الموبايل ده مسيطر على الفئه دي لحد 5000 ونص، وبيوصل كمان لحد 6000 جنيه، مسيطر بشكل كبير قوي قوي قوي. السؤال اللي بعده، ايه رايك في ريدمي نوت 10 لو انا عايز العب ببجي؟ والله ريدمي نوت 10 يعتبر موبايل ممتاز جدا، ولكن لو انت شخص جيمر قوي قوي قوي، فانا افضل لك ريدمي 9 عن الريدمي نوت 10، لان الريدمي نوت 10 جاي بمعالج سناب دراجون 678، اما ريدمي 9 جاي بالجي 80، وده طبعا اقوى في نقطه الالعاب. السؤال اللي بعده، ممكن ترشح لي اشتري ريدمي 9 تي نسخه 128 و4 جيجا، ولا اشتري ريدمي نوت 10 نسخه 64 و4 جيجا رام؟ انصحك انك تشتري ريدمي نوت 10 4 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكره داخليه،
عاليه لانه بيقدم قيمه افضل مقابل السعر بالنسبه للشاشه وبالنسبه لحاجات كتير تانية. اخر سؤال معانا في الفيديو بقى، البوكو اكس 3 ولا السامسونج M51؟ وبدون اي نقاش وبدون اي حاجه، بوكو اكس 3 NFC افضل بفرق كبير. الحاجه الوحيده اللي الام 51 افضل فيها هي الشاشه، غير كده البوكو اكس 3 اكتسح الموبايل ده وبجداره. ولكن بقى لو انت عايز موبايل بيقدم لك كل حاجه وبيكتسح الموبايلين دول، ريدمي نوت 10 برو هو افضل موبايل بيقدم لك كل حاجه بقى من هنا. معاك شاشه اموليد، معاك 120 هرتز، معاك كل حاجه متكامله في الموبايل ده. وبس كده، كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. فيديو خفيف، اسئله كده على السريع. فلو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منها دايما كل جديد. وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.